تنوعت أشكال توليد الطاقة على مر العقود القليلة الماضية في مسعى لاستيعاب الطلب المتزايد عليها وبحثا عن مصادر متجددة لا تنضب. انطلاقا من هذا المنظور، استحدثت شركة دولية في أيسلند طريقة مبتكرة لتوليد الطاقة من البراكين. كيف؟ تبدأ العملية بمد أنابيب تسحب البخار الساخن المنبعث من باطن الأرض حيث توجد حقول الحرارة الأرضية، ويتم توجيه البخار المندفع بكثافة نحو السطح باتجاه محطات لتوليد الطاقة، كما تستفيد من البراكين النشطة لاستخلاص ثاني أكسيد الكربون وتحويله إلى وقود صناعي يستخدم في توليد الطاقة أيضاً. وتعتبر هذه الطريقة فعالة جداً في أيسلند التي تضم 20 بركاناً نشطاً، وتزداد الانبعاثات الكربونية بشكل كبير مع النشاط البركاني وكذلك الطاقة الحرارية الأرضية. وأكدت التجارب سهولة صناعة الوقود من البراكين، إذ أن الطاقة المستخلصة لإنتاجه تستمد من الطاقة الحرارية الأرضية للبركان نفسه، ويكون ثاني أكسيد الكربون أقل تلوثاً بالغازات الأخرى من أي انبعاث آخر له. إذن هذه الفكرة تسهم في حماية البيئة من الانبعاثات الكربونية الملوثة وتسمح بتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الملوث.